مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في برنامجكم برنامج أمنيتك تتحقق وعلى قناتكم قناة الجزائرية وان. اليوم في برنامج أمنيتك تتحقق رايحين تعرفوا على حلم محمد. محمد كله مثابرة وكله طموح وكله حب. هذا الطفل الصغير اللي أنا وحدة أعشقته، الحلم ديالو كبير بزاف. قبل ما تعرفوا الحلم ديالو حبيت أني نشكر كل طاقم الجزائرية وان، يشكر رئيس بلدية جسر قسنطينة السيد خليل جلال اللي هو بدوره حقق له الحلم ديالو. بلا ما نطول عليكم في الكلام، واش رايكم نروحوا نتعرفوا على محمد ونروحوا نتعرفوا أيضا على الحلم ديالو اللي ولا حقيقة في أمنيتك تحقق. كما تشوفوا لحقنا باش نتلاقاو مع السي شعب الديس منير والد محمد. مساء الخير مسيو، وان شاء الله ربي يخليكم وانتم لاباس بخير. الحمد لله يا ربي، ربي يخليك. بدايه سيدي حبيتك تعرفنا ولا تعرف مشاهد على محمد. الحمد لله ديال انفون تاع عنده 11 عام، طفل ديناميكي خفيف جون يحب السبور، فاهم كيفاش. كيفاش نقولوا ديت ولا مالادي هذه اللي هضرنا عليها. وشنو هي باش برك المشاهد يكون في الصوره، وشنو هو المرض اللي عنده ولا مرض السرطان؟ عنده تيمور، عنده تيمور بالصيغه العلميه، عنده نيوبلازي مالين جاتو في ظهره. في ظهره درنا له انترفونسيون، درنا له عمليه في اي تي دي. الحمد لله بدا يتمشى، بدا يسولاجي شويه، ودركا نسويو في مصطفى باشا عند سي بي ام سي في السونتر تاع مكافحه السرطان. لحظات صعيبه جزت عليها العائله شعب الديس، وين الحق وين حتى وين ما كانش يمشي محمد. تاع الصح ضربوا يموا ما يتمشاش في الكرسي. ديبي باراليزم هانديكاب. الحمد لله دوكا راهو راجل، الله يبارك ويمشي وكامل. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله كما يقولوا يشفى كامل من هذا المرض. ان شاء الله يا ربي. حاليا اسكو الحاله تاعو راهي ستابل ولا مازالوا بلا شيميو؟ بور ليستون بلا شيميو. ليكيب تاع سي بي ام سي متعلمين فيه. قاشي مدام خطاب نحيوها بزاف. مدام قاشي راهي سما راهي سويفي في لوكا تاعو، راه داير ليسونس تاع شيميو، مازالت له ليسونس تالية إن شاء الله، ونفا فيغ سكانير وسنتيغرافي أوسيوز ونشوفوا واش كاين. إن شاء الله يا ربي، هذا هو رأي الأطباء، يسمعني تكمل دوزيام سيونس تاع شيميو. ونحييهم يا خويا على المجهود تاعهم، باسكو 48 ولاية دفك فما عندهم. صح. سي دو لا شارج. إكزاكتومون وي. والوضعية تاعو راهي تحسن الحمد لله، بدا يتحسن، بدا يتمشى، بدا ياكل. الحمد لله. ولا له الميزان. الحمد لله. على بالك خدمه شويه بصح الحمد لله. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. اسكو قريب ليه بزاف نتايا؟ اسكو صاحبك؟ اكثر من يماه انا. متقرب اكثر من يماه، صاحبه انا. الله يبارك، الله يبارك. نشوف روحي فيه شغل. الله يبارك. فاهمه كيفاش؟ ملي كان صغير دخلتو البوكس. سي لو فيس اونيك؟ وي افيك دو فيس اونيك. الله يبارك وي. بصح ما يسبب يكون صاحبي تاع الصح، مازال دوكا صاحبي. الله يبارك، الله يبارك، ان شاء الله تشوفوا تشوفوا ان شاء الله كما يقولوا كبير يكبر شان ان شاء الله، وان شاء الله تشوفوا باحسن صحه وتشوفوا عريس على شان ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. دونك وعائلة، حبيت نعرف برك عائلة شعب الديس لا بيريود اللي جازت فيها. ما نحكيليش واش نقول لك، عندك ان اونفون مريض بذاك المرض. بون في ديبي ما ديكوفريناش حتى سما لوكا تاعو زاد فاقم شويه. كيفاش فقتو؟ كانت اون بوس هكا شويه في ظهره. قال لو بروف تاعو تالي كل ولا يشكي لي منه، قالوا لي قال لي راه ما شغل يقرا واقف ماشي يقعد. هما لي دولور كانوا يحكموه بشويه. بيتي ابتي بدا يحبس بدا يحبس، بعد زادوا لي دولور من 8 تاع الصباح 8 تاع الليل. فما بدات لا سوفرونس، ستار دايما كذا نديه نجيبو. وما عرفناش واش عنده اكزاكت. من بعد بدا ديكوفرينا في لافين دو. معناتها تشخيص المرض كان مطول شويه، شحال خدا وقت؟ خدا شويه وقت.
وانا ثاني تعطلنا بس كل راديو تعرفي راك اي راديو لازم رونديف ولازم دي فوا الامكانيات هما كاش صح اها باسكو فيها شويه امور انسان ما يعرفهمش اللي يكون في الميدان هذا ولا في الحاله هذه يعرف ان شاء الله يا ربي ربي يشفيه ان شاء الله ويشفي كامل الاطفال وين ما كانوا وكامل المرضى ايضا وين ما كانوا. احنا في برنامج امنيتك تحقق جينا باش نحققوا له الحلم ديالو ان شاء الله نقدروا نحققوه له. وش هو الحلم ديالو؟ حبي يولي مير مير كمان مطلب والو الله يبارك. كيف جاتو الفكره؟ الفكره بدات تما وقت نهضر معاه بزاف على البروبليم هذا تاع الساكن. كوم شاك الجيري عنده بروبليم تاع الساكن مشاكل في شومبرا وحده وكذا. اسمعني ديما نهضر على المشاكل هذو ان شاء الله نولي مير ونحقق لك الطلب تاعك. ان شاء الله نحقق لك الطلب تاعي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يولي مير كبير ان شاء الله يا ربي ونقدروا نحققوا له هذا الحلم ديالو. دونك بدون اطاله قبل ما نروحوا نحققوا له الحلم ديالو نتعرفوا عليه محمد يهضر وراهو نروحوا نشوفوا محمد نتعرفوا عليه على القرب ومن بعد جوست ابخي نحققوا له الحلم ديالو على برنامج امنيتك تحقق. أو فاشتك يا محمد واش راك؟ لاباس الحمد لله. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. شحال من الصباح وانا نتسنى نشوف محمد نشوف محمد نشوف محمد. صباحك مليح بخير؟ لاباس الحمد لله. وانت يا قولي؟ والله غير صعبه صعبه الحمد لله. كي شتك انا راني هايله. قولي شحال في عمرك محمد؟ عمري 11 سنه. نقرا اولى متوسط. ايه شطور. ايه حفصه بنت الحاج. ايه نسكن في موزايا. حيو كامل الناس موزعية. واسكو عندك صحابك؟ عندي زعما واسمهم زعما صاحبك اللانتين رابح. رابح ديروا معاه ديروا معاه زبايل شويه. قالي قالي واش هما زبايل؟ زعما زبايل كبيره اللي درتوها واحد ما على بالو بها غير نسرين. وشنو هي؟ هيليكوبتر. ما بياش كايه واش درتو زعما؟ كنا نقولوا نديروا مشاغب ما نتبعوش الدرس. اه واش حق اسمها كيما تبعش الدرس ما تجيبش معدل ملاح. لا لا بصح ماشي ولا تتشاغب وتحت الدار تقرا وتخليه هو ما يقراش. اه شحال جبت معدل؟ جبت 12.23. الله يبارك مليحه. وهاد التريمستر زيد زيد تقرا مليح باش تجيب ان شاء الله 15 علاش لا؟ صح ولا ماشي صح؟ اه قول لي دير العاب تلعب برا واش دير؟ اوقات الفراغ تاعك واش دير فيهم؟ نلعب بالون مع صحابي نلعب في التليفون. نخرج انا وبابا. روح اسمع شريكك باباك صاحبك صح؟ مليحه. نخرج مع صحابي نلعب. نجبدوا لي طابليت نلعبوا برا. مليحه. زيد شنو ثاني؟ هذا مكان صحه. وكي نقول لك انايا بون عندك خاوتك؟ ايه عندي خواتاتي زوج. زوج انت سمين تطفل؟ شكون اللي حقها الكبيره ولا صغيرة؟ هنا الكبيره. الكبيره ما كاينش هالحصله في الكبيره وخلاص. الكبيره شحال في عمرها الكبيره؟ عمرها 15 سنه. سمعتها الوسطاني وبعد الصغيره صح؟ مليحه الوسطاني ولا مش مليحه؟ مليحه مليحه. دايما هكا في الشاشة معزز ياك صح. قول لي محمد وشنو هو زعما؟ انا كي كنت طفله كان عندي بزاف احلام و جو بونس كامل المملكه التكنيك اللي راهم هنايا عندهم احلام. كي كانوا صغار كان عندهم احلام كي كبروا. انت وش هو الحلم تاعك؟ الحلم تاعي باش نولي مير. ها؟ مير. تولي ميره صح. كيفاش جاتك في راسك بالصح؟ نحب نولي مير ونعطي لبابا وماما سكنه ان شاء الله يا ربي. هكا بدو يديكم السما ان شاء الله وقولوا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. اسمع ميري مدري غير سكنات. هذا واش يدير؟ يعبك بلي يعبد الطرقات يسقم الطرقات يسمع المواطنين شكاوي تاع المواطنين. اسمها خدمه كبيره. بون انا ماشي مير على بالي زعما ابوبري صح. انا جبت لك واحد الهديه يا اخي. هكا مفاجاه. قعد هنا سميه تروح نجيبها وتجي ياك. شوية ما تخافش افتح عينيك شو جبت لك. جبت لك كوستيم تاع مير ولي شوسيغ تاني وكل كرافاتا اوسي باسكو اليوم ان شاء الله حتجوف النهار مير. وي صحيتي.
اليوم حصل مير مير بلدية جسر قسنطينة صحيت ليكيب راهي تتسنى فيك وعلى رأسهم رئيس بلدية جسر قسنطينة جلال خليل واللي راهو قال لك اليوم بلاستين تالي تديها ما في حتى هذا و بيان سور كاين ايكيب راهي تتسنى فيك هنا قدام الدار ما كاينش على بالك ياك انا موجودين كلش وانتيا كما يقولوا معي بالك بوالو و لا فاتور تاني تاع تاع السي خليل راهي برا تسنى فيك نروحوا هيا بون قبل ما نروحوا لازم تلبسها كيفاش كيفاش تخرج على بالك مي لازم يكون حاطه هيا تهبل ما شاء الله راك رئيس بلديه الاصغر في الجزائر يا خي في الجزائر كي قلت لك مقبله باللي راهي كاينه سياره رئيس بلديه يتسنى فيك وحارس رئيس بلديه وثاني سائق رئيس بلديه جسر قسنطينه يسمى انت اليوم حاسس ديرو بلاصتو يا خي نروحوا حال اي معنا مرحبا بك الرئيس بعد ما استلمت المهام تاعك بصفه رسميه راك في المكتب تاعك دوكا اما هذو الاعضاء الاخوه المنتخبين كاين النواب كاين المنتخبين كاين رؤساء لجان كاين مندوبين وباش نبداو معك الامين العام ورئيس المصلحه التقنيه باش يعطيوك والمدير المستخدمين باش يعطيوك ريزيمي على كيفاش راهي تفضل سي الامين العام بسم الله الرحمن الرحيم نهنيوك على المنصب الجديد هذا بعد تسليم المهام حنا نطرقوا مباشره للخدمه للعمل حنا نعطيك عرض حال واش درنا اليوم في العمل تاعنا حنا في العمل تاعنا اليوم جينا 8 تاع الصباح كالعاده درنا دوره على المصالح مع المدير تاع المستخدمين وين شفنا المصالح اللي جا اللي ما جاش اللي نقصنا له اللي نحينا له اللي ما نحينالوش وعاودنا دخلنا هنا درنا اجتماع بيناتنا انا والمدير من بعد نعطوك التقرير تينيه لنا من بعد ولا حبيت ولا عجبك تينيه لنا ولا ما عجبكش شوف من بعد كاين المكلف بالمصلحه التقنيه تاع البلديه هذا المصلحه التقنيه تاع البلديه اللي يدور في حدود البلديه يشوف كاش واحد بناء كاش واحد تعرف يدير لك تقارير عليه و باللي راهو بنا بدون رخصه يدير لك تقرير عليه من بعد انت واش تقول له تقول له جيب لي الرخصه تاع رخصه الهدم ولا رخصه ومن بعد تسينيها ونروح نطبقوها دوك نقدموا الكلمه للاخ مدير المصلحه التقنيه يفهمك في العمل تاعو واش راهو تفضل سي عبد الله السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بك سيدي الرئيس وان شاء الله تكون رئيس ماشي غير تاع البلديه ان شاء الله تكون رئيس البلاد ان شاء الله
ريزومي تاع النهار تاع اليوم ان شاء الله. اليوم خرجنا مع مصلحه وشرطه العمران لتنفيذ مخالفات في العمران، وفيما يخص التنميه المحليه البلديه راهي تطورت من حيث الطرقات والصيانه والصرف الصحي، ونزيدوا لك من حيث المقر الجديد للبلديه راهو في لاشافمون تاعو، وان شاء الله عن قريب نستلم المقر الجديد ويكون عندك مكتب ان شاء الله انسب وافضل من هذا المكتب ان شاء الله. وان شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله ويوفق كاع البلاد ان شاء الله. مر الاخ المكلف بالمصلحه التقنيه، نقدموا لك المدير تاع المستخدمين تاعنا والطريقه كيفاش يعمل مع المستخدمين تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي الرئيس، نحن نسعد بوجودك بيننا بين اعضاء المجلس وبين الموظفين واطارات البلديه. نحن سعداء لانك حققت حلمك، ونتمنى تحقيق احلامك المستقبليه واحلام اقرانك ان شاء الله كي تصبحوا اطارات الدوله باذن الله. بالنسبه للاداره والتنظيم، مديريه الاداره والتنظيم هي تعنى بكل المتابعه اليوميه للموظفين وتحسين ظروف العمل للموظفين، وستتنقل معنا على الى المصالح عبر المصالح، وستلاحظ بعينك كيف تسير الامور ان شاء الله. ان شاء الله. كون خرجوا خرجه ميدانيه المصالح الرئيس. هيا تفضل. سيدي الرئيس تفضل، دوكا نكرموك، تفضل معنا. ما هذه الا هذه الوجهه الرابعه. هذا كيفاش؟ على الطاقه الشمسيه والهواء. هذا كيفاش؟ لازم يقرا. باش تفكرنا به. هكا هو. ميكرو بورتابل. اي والله يبارك فيك. حتى زعما حتى ما تخافش من التهم، كاين الاساس اللي هذا في البورطابل تاعك باش تقدر تخدم به. وهذا في وقت الراحه العمى لانه مازال هو صغير ويحتاج للراحه والراحه. اكزاكتو. شكرا. دوكا انت بدورك نحتاجوك تكرم لنا الناس اللي شاركت معنا. انا اللي حنكرمك اليوم. تفضلي خليها تجوز على زدان. هاك كرمنا كلش ابارك. كرمنا القناه اللي دارت اللي حقت لك الحلم تاعك. تفضل. كل شيء اكرم قناه الجزائريه وان تحقيق حلمي الذي كنت تتمناه الذي كنت اتمناه من شغل ان شاء الله يا ربي. ميرسي. شكرا. كنت نتسنى كلش عبر كنت كرم في هذا اليوم هذا. شكرا جزيلا فريمون ميرسي بوكو. شهاده اعتز بها تعتز بها قناه الجزائريه وان وبرنامج امنيتك تتحقق. وعلى ربي يخليك. شكرا. دوكا الاخ هذاك اللي لابس الازرق باش ما يهربش. هذا تفضل. هذاك اللي لابس الازرق هذاك هذاك باش ما يهربش. تفضل. مشكور. هذا الاخ اللي جاي لك جابك انت اللي حتسلم له التكريم تاعك. التكريم تاعك. سلموا له. شكرا. دوكا صوره جماعيه. شو معايا؟ لازم هي صح. Thank you.
الحقنا مالوغوزمون لنهايه البرنامج محمد. انا عجبني الحال، على بالي عجبك الحال اكثر مني يا اخي. حبيت نشكر الشكر الجزيل لسيد رئيس بلديه جسر قسنطينه سي خليل، ربي نورك، ميرسي بوكو، ربي يجازيك فريمون. سي ان بليزير اللي باش نقول لكم باللي غير طلبتو كانت الموافقه كما يقولوا الفوريه، دونك نشكرك جزيل الشكر. بلانزيه لا، شكرا على واجبك، ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يطول في عمره ان شاء الله، ربي يخليك، ربي يعيشك. نحيي ولا نشكر كامل الناس اللي حاضرين معنا، هيئه منتخبه، الدرك الوطني، الشرطه، كامل اللي كانوا حاضرين. كش ما نسيت واحد، هما ثاني بداو، هما ثاني ما لبوا النداء تاعنا ومشكورين ان شاء الله. ربي يخليك، ربي يعيشك، ربي يخليك، ربي ينورك. الامين العام وفكرني برك في الامين العام، منتخبين اداريين تاع البلديه كامل كامل، الاسلاك الامنيه، مشكورين على المشاركه معنا، وربي يحفظهم ان شاء الله. ربي يخليك، ربي يعيشك، وان شاء الله دائما هكا نكونوا في الخير على هاد الاطفال، وان شاء الله الا كان الواحد يقدر يعمل حاجه ليهم ما يقولش لا لا، وكيدير الخير الواحد يدعو على العام كما يقولوا. ميرسي بوكو محمد، واش حبيت تقول لنا كلمه؟ تحياتي الكبرى لرئيس بلديه جسر قسنطينه السي خليل، وتحياتي لام نوها، هي اللي عرفتني بهذا البرنامج، لو كان ماشي هي لو كان ما رانيش معاكم هنا. صح، يخليك، ربي يعيشك، شكرا جزيلا، شكرا لكم انتم مشاهدينا وين ما كنتوا. دائما وابدا نقول لكم باللي هذا البرنامج مفتوح لكامل الاطفال المصابين بداء السرطان، ان شاء الله نكونوا في الخير عليكم. وش نقول لكم؟ تهلاو في رواحتكم وفي اللي عزاز عليكم. سلام.